السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم لعبة ديمون سولز على بلاي ستيشن 5. يعني اليوم يعني حنا جربنا سبايدر مان وسجلنا فيه 4K، حاليا بجرب اسجل فيه بالفول اتش دي لانه اسرع، لان 4K بطيء يبي له يومين ثلاث على ما ينزل على اليوتيوب، انه في مشاكل باليوتيوب. فنبلش اللعبة. اللعبة الصراحة هذه يعني من كثر ما هي صعبة، من كثر هي صعبة كثر تحبها يعني. فننقي الجنس الناعم لأن نحب الجنس الناعم الصراحة. فنسميه شنو؟ نسميه سويت توث. طبعا يقول لك نق أي شخصية، لازم تكون ذكي هني، طبعا لازم تنقي شخصيات صح. انا والله كان ودي اللص، شكله جميل وسريع، بس لازم نشيك، لازم يفيدنا بالقتال. يعني صراحة لما شفت الخواص شفت ضعيف ضعيف. ابجازف باخذ اللص الصراحة، لان ما ادري، احس ان في شيء غريب راح يصير. حاليا نسوي شكل و ونضبطكم. وخلصنا تضبيط. طبعا والله طولت صراحة. خندش اللعبة على طول. بس شنو في تصميم ثاني؟ تصاميم محفوظة؟ لا. انهاء الاعدادات ونبلش اللعبة. طبعا القصة ما فيها ان الشياطين يتغذون على ارواح البشر، فهذا يشكل خطر على البشرية، وطبعا شبه انقرضوا لأن الشياطين قاعد يتغذون على أرواحهم ويصيرون أقوى ويذبحونهم أكثر وأكثر. فهنالك بطل واحد وهو أنا، سوف أهزم الشياطين بإذن الله. فحاليا يدش المكان ونشوف شنو اخترنا. طبعا اخترنا اللص، ما أدري ليش اخترت اللص. الله يا حلو، الستين فريم حلو 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 حلو. واحد ممتاز ممتاز. حلو، قاعد اجرب. لا لازم حماية. هذا يركض. حلو ممتاز حلو. حلو حلو. طبعا كل ما تشيل الدرع وتطق بروحه تصير اقوى. طبعا هذا تقدر تسوي له دوت كذي وتعطيه واحدة كذي. ممتاز الممتازين. فتقدر تلعب بسلاح واحد. حلو، ننتقل الحين الى المرحلة الثانية اسمها بؤرة الهجوم. فهني يعني يا تموت يا تفوز. هجوم قوي يقول لك. حلو، ندري ان هذا هجوم قوي، بس شنو الفرق على الوحش؟ بشوف هذا الوحش شلون راح. ممتاز ممتاز. حلو عليه، بس لا ما تأثر وايد صراحة. نشوف حل وياه بعد، بس مدام حنا عندنا معدل الذكاء. حلو، فشي تسوي له؟ وشي تعطيه؟ هذه الحركة الغالية شوي صعب تسويها، لازم تفهم البادي لانجوج مالت الوحوش، فتشوف جسمه متى بيتحرك، متى بيطق، ومتى من هالسوالف. اوه لازم تتعود عليها عشان تصير شي محترف، بس لازم تاخذ كم طقة. مثلث الطق. اوكي اوكي اوكي، هذا اللي كنت ابيه انا من اول. تاخذ هذا. اوكي
حلو 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 حلو، نرد شوي عشان الستامنا عندنا. حلو حلو حلو، ناخذ الستامنا شوية. حلو حلو حلو، الحين عرفنا شلون نطق بالايدين، ممتاز. نكمل معاكم. هو ده، فتعطيه شنو على راسه؟ السحاب. الله الله الله، هذه من قدرات لاعبي فكذي. حلو، في احد هني، ايش تسوي؟ طق طق طق، تعال. لازم تكون سريع، لازم تكون سريع. استمتع وياه صراحة. والله صادني. حلو، احنا خسرنا شوي طبيب ولكن قاعد نتعلم شوي بالبداية. فحص عشبة ال، طبعا هذا اللاعب في عنده الحظ كبير. زين، في حركة تنقز الحظ فيطلع لك اعتقد اعشاب اكثر. نتأكد ماكو شيء. ممتاز ممتاز ممتاز. وندش هني شكله عند الوحش او ندش المرحلة الثانية. حلو، تعال تعال. هالمرة ضبطت. حلو ممتاز، لازم تكون سريع سريع. وتكمل شكله هني الوحش. خلينا نشوف الوحش شنو عنده. اللاعب ان هذا سريع. لا 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 لا، لازم تكون قريب من الوحش، لازم تكون قريب من الوحش. ممتاز ممتاز، حاليا حلو. لا تستعجل، دائما الوحوش يبونك تستعجل عشان تموت. ما عليه ما عليه، ولكن ركز بش اسمه، لا تتسرع. يعني انت وصلت مرحلة حلوة. طبعا هذا الوحش تعرف انه مو لازم تذبحه، ولكن كبداية كبداية حلو انك تذبحه، ولكن هذا اللي قدرنا عليه. فيبيله صبر شوي،
بس يلا خسرنا. Soul of the lost withdrawn from its vessel. ما عليه، لقد مت وقد حبس المركز روحك، لا يمكن الفرار من المركز. حلو، ما عليه، ما نبي الفرار من المركز. ومع ذلك صيد الأرواح الشياطين يمكن استعادة جسدك المادي. أوكي، الحين إحنا مدنا ونقدر نستعيد الجسد المادي، بس شنو تبي الحين؟ المطلوب إيش تبي؟ نسولف فيها شوي. You slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls. To save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? نعم. Try one of the archstones. حاضر. Now go. That is why you came, is it not? بلا بلا، جاي جاي أنا عشان أذبح الشياطين وانقذ البوليتانيا. فخلنا نشوف هذا شنو تسوي. ما ضغطنا عليه. اوكي، اوه هذه اول حلقة وراح اباري التنين. الله 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 الله، والله ما رحمهم. حلو 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 حلو، ما له داعي اقرا، عارف انه في شغله ورا هني. عشب القمر المتأخر، شنو هالعشبة؟ حلو، نستهين فيك شوي. اوه طقاته غريبة هذه. صدمة. لا 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 لا. انطروني انطروني. حلو حلو حلو. خرعني والله. حلو حاليا ممتاز. اوه هذا الناري. صمغ الصنبور، شنو صمغ الصنبور؟ يسحر سلاح اليد اليمنى باللهب. الله حلوة هذه، حق الوحش استخدمها، فلازم تعرف هالأشياء عشان تستخدمها حق الوحش، وهني يكون الوحش. ممتاز. هذا الباب بعدين. هذا شو اسمه؟
ايش تسوي؟ تحاول تسحب الريال هذا. وتحط ممتاز. لازم تستخدم كل اللي عندك. حلو حلو، بداية موفقة. اوه هذا ليش شنو؟ شيء غريب. وقت السقوط احذر من الاعداء القادمين. تكفى مو اطيح ويصير شيء. لا والله خايف يا جماعة. يقول حان وقت السقوط. حان وقت السقوط. لا لا لا، هذه مجازفة الصراحة. لا لا لا، ما راح اطيح. مجازفة، احد يقط نفسه بالنار؟ لا. مع انه ما اذكر والله، كنت اذكر انه يمكن. اوكي. غلط هذا، غلط، ما انتبهنا. لا. يا الله يا الله يا الله، انت قلت لي حان وقت السقوط، سبحان الله. يلا ما عليه، عشان تكون في مساحة تسوي هالحركة. حلو، عطنش عندك عشب. حلو، لا حلو حلو، عندنا ارواح طيبة. أوف. لا، الشواب بغيت أموت. واحد قاعد يحذف. سمعتك، وينك؟ واو، كانوا صعبين صراحة. صراحة كان فيها موتة هذه، بس اشوش ولا حكت.
واو واو، قام يصير صعب. اوكي، حلو 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 جوك. سيف ثاني القبضة. الله، حلو ممتاز. لا ليه؟ تعال يا حبيبي. اوف 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 اوف، سوى فيني هذا. لا بسوي له حركة. الله 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 الله، هذا كل هذا سواه فيني. الله، كسرتك مرتين. اوه دير بالك، مو كل شيء تفاجره. لا 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 لا. واو، ممتاز. هني راح يودينا لأول مرحلة فتحناها، نقدر نقرب أسرع وأسرع. ممتاز، طلع لي ملابس. نرد مكاننا فوق. طبعا هذا بطلناه هني، ما أدري شنو فيه، بس خلنا نشيك هنا قبل ندش هذا، لأن دائما هني يكون فيه الوحش. اشبكوا ملك بعد ما غلط.
يعد المراوغة الحل الأمثل. أنا آسف. واو، خلني اشوف الصرفة هذا. واو، وش هذا النقوي؟ راوغة من ورا، ممتاز. ممتاز 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 الحركة. حلو حلو حلو، اقدر له اقدر له. اوه ماي جاد، لا 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 لا. لا تستسلم، دائما لا تستسلم، لازم تعرف طريقة عشان تجيبه. عشب البدر مالت عليك وعلى عشبتك، تهانينا. اذلف شكل الوحش. او ماي جاد، او ماي جاد. يبي حذف بعد. بس لازم تصير خبرة. ممتاز. مو علي لو سمحت. كذي نكون خالصين منهم وافتكينا. خدع، معروفة الخدع هذه. لازم تقرا هني شنو شو السالفة. انت ميت، شكلنا ما راح نقدر ناخذ. حلو، والحين نبطل الباب. والله والله، واخيرا راح نخلص المرحلة. ساعتين قاعد اصور. يلا يلا، ما عليه ما عليه ما عليه. اوف يا ويلك من سواد ليلك. لازم تدبر له دبرة كبيرة. حلو،
حلو. قنبلة قنبلة قنبلة، لا تطولها. هذا بالعادة كان قوي الصراحة. لا 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 تصير قوي. خلاص أنا آسف. واخيرا 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 خلصنا بعد ساعتين من العناء وشق الانفس وجميع الاشياء اللي خلونا نسجل ساعتين، ولكن خلصنا قطعة حجر حادة. حلو 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 حلو. يعني كنت ألعب بصمت ورعب الصراحة، اني لا اخسر وخسرت، يعني لعبها اكثر من مرة، فما بالك واحد لعبها اول مرة. الله يعين الصراحة اللي لعبها اول مرة. خلصت المرحلة الاولى، هذه يعتبر المرحلة الاولى. هني الطق هذه طبعا يعطيك روح الشيطان الاساسية اللي هي تقدر تستخدمها في تطوير اللاعب. وهني طريق الرأس، استغفر الله شنو هذا. المهم ترد الى مكانك. خذينا المكان خلصناه. الى المركز، وهني تكمل سيدة، راح تكمل مغامرة ثانية، بس هني يعتبر خلصنا ونكون خالصين ونرد الى المركز عشان التطوير. حاليا وين ردينا؟ نفس المكان ردينا، بس انه تقريبا سيبنا. طبعا تقدر ترد المكان اللي تبيه. انا حاليا هني نرد المركز، نريح ونطور، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.